قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. إخوتي الكرام، أرجو منكم الضغط على الإعجاب بالفيديو فهذا يشجعنا على الاستمرار. شكرا لكم إخوتي. السلام عليكم متابعي قناة ميديا ديزاد. في فقرة إخبارية جديدة نستهلها بالخبر الأول والمتعلق بأن الاتحاد الأوروبي قام بمنح الجزائر مساعدات مالية، حيث أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر عن إطلاق برنامج لمحاربة كورونا. وحسب بيان نشرته وزارة الصحة، فإن قيمة برنامج دعم الجزائر لمحاربة كورونا تبلغ 43 مليون أورو، ويهدف مشروع الاستجابة التضامنية الأوروبية ضد كوفيد-19 إلى تجهيز المرافق الصحة العمومية في الجزائر بالمعدات الطبية ومعدات الكشف المبكر، إضافة إلى اقتناء معدات وقائية لفائدة موظفي ومستخدمي قطاع الصحة. ويعد الاتحاد الأوروبي واحد من أكبر الممولين لآلية كوفاكس التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والتي ستستفيد الجزائر من خلالها ب 2.2 مليون جرعة. وجاء في البيان أن المفوضية الأوروبية تعمل مع دولها الأعضاء على إنشاء آلية تسمح بتقاسم جرعات اللقاح المكتسبة. الخبر الموالي يتعلق بما قاله وزير العدل بالقاسم زغماتية حول السوار الإلكترونية، حيث قال وزير العدل أن السوار الإلكتروني هو حلم تبخر بسبب المشاكل التقنية التي حالت دون تجسيدها. وأضاف وزير العدل خلال كلمته الغرفة السفلى بالبرلمان أن السوار الإلكتروني اليوم هو قضية أمام محكمة سيدي محمد، والعدالة هي من ستفصل فيها. ورد زغماتية حول غلق مؤسسة عقابية في وسط مدينة الصيف بسبب وقوعها في الوسط العمراني قائلا أنه في الوقت الراهن لا يمكن غلقها وتحويل المسجونين إلى مؤسسة أخرى لأنه يؤثر على السير المنظومة، مضيفا أنه يمكن مستقبلا إخراج المؤسسة خارج الوسط العمراني، مؤكدا على أن المصالح دائرته الوزارية تعمل الآن على تقريب المسجونين إلى أهاليهم. الخبر الموالي إخوتي الكرام تعلق بما قاله سليمان شنين، حيث كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين أن هناك وسائل إعلام أجنبية تحارب الجزائر عن طريق تقارير وأرقام مغلوطة. ودعا شنين وزير الإعلام لتوقيف وسائل الإعلام الدولية هذه عن مثل هذه الممارسات. أما الآن إخوتي الكرام ننتقل إلى أهم خبر في هذه الفقرة الإخبارية والمتعلق بأن جريدة بريطانية تصدم ماكرون وفرنسا وتطالبها بالاعتذار عن جرائمها للجزائر، حيث طالبت صحيفة الغارديان البريطانية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعلان ندم وطني عن جرائم استعمار الجزائر اقتداء بما فعله سلفه الرئيس الأسبق جاك شيراك عندما اعترف قبل ربع قرن بتواطؤ بلاده في اعتقال وملاحقة اليهود أثناء الاحتلال النازي. وذكرت الصحيفة البريطانية في افتتاحية الأربعاء أن إعلان شيراك كان لحظة من التطهر الوطني يحتاجها ماكرون لإضفاء المصداقية على جهوده لتصفية ملفات الحقبة الاستعمارية، وأثنت على قرار ماكرون فتح الأرشيف الفرنسي وكسر الصمت عن المسكوت عنها في الفصل الأسود من تاريخ فرنسا بالجزائر. كما أكدت الصحيفة أن هذه الجهود ليست كافية لرأب جراح الماضية بين فرنسا والجزائر، مستشهدة بخطاب ماكرون وصف فيه بلاده بأنها بلد بتاريخ من الماضي الاستعمارية والكدمات التي لم يتم التخلص منها بعد وبوقائع مغروسة في نفسيتنا الجماعية وحرب الجزائر هي جزء منها. ووصفت الصحيفة البريطانية قرار ماكرون بأنه يستحق الثناء لأنه سيفتح النافذة ليدخل منها بعض الهواء، خاصة أنها أول رئيس فرنسي يعترف بأن بلاده قامت بتعذيب منهجي في الجزائر، قائلا إنه يجب مواجهة آثام الماضية بشجاعة ووضوح. لكن الصحيفة حذرت من تقويض مصداقية توجه ماكرون، مشيرة إلى تأكيد قصر الإليزي هذا الأسبوع أن عمل مفوضية الذكريات والحقيقة لا يعني أنه سيكون مترافقا مع اعتذار رسمي عن تاريخ فرنسا في الجزائر ورفضه بطريقة استباقية فكرة التعويض. ولفتت الغارديان في هذا الصدد إلى أن ماكرون يخشى من إثارة جدل وطني قبل انتخابات الرئاسة العام المقبل، والتي سيواجه فيها على الأرجح جولة إعادة أمام ماريان لوبان زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف، لكن
لكن فرنسا تحتاج بحسب افتتاحية الصحيفة البريطانية لكي تطوي الصفحة الصادمة من تاريخها الاعتراف بمسؤوليتها الرئيسية كقوة استعمارية وعن الحرب القاسية ما بين 1954 و1962، وعدم فعل هذا سيكون بمثابة صفعة بالمراوغة التي طالما انتقدها ماكرون نفسها. أما أنتم إخوتي الكرام، شاركونا أراءكم في التعليقات حول ما قالتها صحيفة الجارديان البريطانية. الخبر الموالي إخوتي الكرام يتعلق بأن موريتانيا تمنع استيراد الدواجن من الجزائر، حيث أعلنت وزارة التنمية الريفية الموريتانية عن حظر استيراد الدواجن من الجزائر بعد ظهور معطيات تؤكد وباء أنفلونزا الطيور. وحسب موقع صحراء ميديا الموريتانية، فقد وجه وزير التنمية إدي ولد الزين رسالة للمصالح المختصة لمنع استيراد الدواجن، وأكد وزير التنمية على إلزامية تعزيز المراقبة على المنافذ البرية خاصة مع الجزائر ومن خلال ميناء نواكشوط ومطار أم التونسية. وأوضح ولد الزين أن القرار يأتي عقب تقرير للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية يؤكد ظهور صنف شديد الخطورة من أنفلونزا الطيور بالجزائر. وقالت وزارة التنمية الريفية إن القرار اتخذ اعتبارا لكون عوامل عديدة يمكن أن تساهم في انتشار فيروس أنفلونزا الطيور، بما في ذلك المبادلات التجارية ومختلف ممارسات التسويق، وكذا من خلال مداجن التربية وعبر الطيور البرية. الخبر الموالي إخوتي الكرام تعلق بقرار جديد لوزير المالية، حيث قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أن الدولة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية تسهر على حماية أملاكها من الاستيلاء والاستحواذ غير الشرعي، كما تسهر الدولة على استرجاعها قانونيا طالما هو حق مشروع ولا يمكن التنازل عنه مهما كان. وقال الوزير خلال رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن هناك ترسانة قانونية انطلاقا من الأمر 24 أوت 1962 المتعلق بحماية وتسيير الأملاك الشاغرة، حيث تم حظر بعد الاستقلال جميع المعاملات واعتبار العقود المبرمة بخصوصها باطلة وكأنها لم تكن. وأشار الوزير إلى أن التطور التاريخي لمفهوم الأملاك الشاغرة يعكس الأهمية البالغة التي كرسها المشرع الجزائري لاعتبارها ملكا للدولة. الأملاك الشاغرة تعد أملاك محمية بالقاعدة الثلاثية، أي عدم قابليتها للتصرف والحجز والتقادم طبقا للمادة 689 من القانون المدني والمادة الرابعة. وكشف الوزير أن إدماج الأملاك الشاغرة ضمن الأملاك الدولة الخاصة لم تكن تلقائية لأسباب سياسية ونقائص مالية وبشرية قبل الاستقلال. وأوضح أن الدولة ممثلة في وزارة المالية والولاية اتخذت الإجراءات القانونية والقضائية لدمجها ضمن ملكية الدولة وإبطال العديد من العقود قضائيا. المشروع الجزائري تدارك النقص المسجل في الأملاك الشاغرة بعد الاستقلال بتكريس مبدأ بطلان المعاملات المنصبة بقوة القانون، كما تم وضع تدابير لإدماجها ضمن أملاك الدولة للحد من المطالبة غير القانونية. كما شدد الوزير على إلزامية إحصاء كل أملاك غير المتنازل عليها والآلية للدولة في إطار التأميم وتحويلها للدولة أو تخلي الملاك عليها وتسجيلها باسم الدولة وإدراجها ضمن أملاك الدولة الخاصة من خلال المحافظات العقارية. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.